مساء الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. برحب بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج نور الحياة. برنامج نور الحياة زي ما سبق ونوهت قبل كده بيتناول كافة مناحي الحياة. النهاردة هنتكلم عن نص الحياة، لا هي كل الحياة ومنبع ونبع هذه الحياة. هنتكلم النهاردة عن المرأة وصحتها الإنجابية وصحتها العامة، ولأن النهاردة حلقتنا نسائية من الدرجة الأولى، مذيعة وضيفة ورئيسة التحرير وموضوع كمان، هتكون النهاردة حلقتنا استثنائية نسائية. اسمحوا لي النهاردة إن شاء الله نتكلم مع ضيفة مهمة جدا عزيزة على قلوبنا، الدكتورة ولاء عيد حسين، أخصائي النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب. هنعرف معاها النهاردة كل المستحدثات الخاصة بتخصص النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب، كل ما يعني يشغل بالكم النهارده ان شاء الله عن التخصص هنتكلم فيه، ومنتظرين كل اسئلتكم واستفساراتكم واسئلتكم. اسمحوا لي مع بعض نرحب بالدكتوره ولاء عيد حسين. اهلا بيكي ومنورانا. مبسوطين ان انت معانا جدا النهارده. ميرسي ربنا يخليك. متالقه. ميرسي ربنا يكرمك. عايزين نتكلم النهارده عن زي ما قلت كده في المقدمه باستفاضه عن الصحه الانجابيه للمراه، وطبعا اول حاجه تخطر في بال اي حد لما نتكلم عن الصحه الانجابيه نتكلم عن الحمل، المتابعه وامتى تبتدي الست تبدا تتوجه لدكتور النساء، وعايزين نعرف المتابعه يعني امتى بمعنى اصح نبدا نقول ان الحمل اتاخر، كل ما يخص الحمل بصفه عامه. هنبتدي فين الاول ونقول امتى تبدا الست تقلق على تاخر الحمل؟ مبدئيا هو تاخر الحمل امتى نتكلم فيه؟ يعني الكابلز لازم يكونوا عدوا على الاقل سنه بعد الجواز، تمام؟ ولازم كمان يكون في مش بس سنه بعد الجواز معديه، لا كمان يكون في يعني باستمرار الزوجين مستمرين مع بعض. يعني ما ينفعش يبقى الزوج اصلا بيسافر او هو بيشتغل في محافظه تانية ومراته في محافظه ونتكلم ان كده في خلاص، يعني احنا كده متاخرين. يعني في ازواج كتير بيبقوا اصلا بيقضوا مع مراتاتهم ممكن يوم في الاسبوع، تمام، بعدها بثلاث اربع شهور يبداوا يقولوا في كده تاخر. لا طبعا احنا بنتكلم في سنه، ده على الاقل للي متجوزين جديد. اللي بقى لهم فتره ومخلفين قبل كده ست شهور. طبعا في استثناءات لده، لو في ست، لو ست كبيره مثلا يعني متجوزه يعني السن فوق 35 سنه او حاجه، لا بنبدا مثلا يعني بكتير قوي نسيب ست شهور ونبدا نبحث. طيب عايزين نتكلم عن الفحوصات اللي بيخضع ليها الزوجين. طبعا احنا عارفين ان في فحوصات طبيه بتبقى قبل الزواج وفي فحوصات بعد الزواج، زي ما قلنا مش هنقلق قبل ست شهور اكيد. طيب ايه الفحوصات اللي ممكن يخضع ليها الزوجين قبل وبعد الزواج؟ هو المشكله ان احنا في مجتمعنا الشرقي بقى يعني حاطين كل الموضوع على الست، تمام؟ في حين ان احنا عندنا نص الموضوع اصلا في الراجل. تمام تمام. انا شخصيا شايفه ان المفروض وكل المفروض كل الدكاتره شايفه ان المفروض ان احنا نبدا بالراجل، لان الراجل هو تحليل واحد بس، تحليل سائل منوي. خلاص انا بستبعد الراجل من الموضوع خالص وكل شغلي خلاص مع الست. طيب. الست بقى قصتها كبيره، بيبقى فيه فحوصات كتيره. طبعا يعني بعد ما بنعمل تحليل سائل منوي للراجل خلاص تاكد ان الراجل تمام وعدينا السنه، تمام، نبدا بقى مع الست. اول حاجه بنبدا بتحليل الهرمونات. تمام. يفضل طبعا بتتعمل في اول تاني يوم من الدورة أو أول يوم من الدورة. لسه كنت أسألك، التبويض نحسبه إزاي؟ حساب التبويض بالنسبة للست اللي دورتها منتظمة، تمام، المتعارف عليه إن هو في اليوم ال 14، ده بالنسبة للست اللي دورتها منتظمة كل 28 يوم، تمام. الست اللي كل 30 يوم بنحسبها على اليوم ال 16، تمام. في حساب تاني المفروض إن إحنا يعني مثلا إحنا بنحسب ميعاد الدورة الجاي، تمام، بنخصم منه 14 يوم، تمام، يعني بنطرح 14 يوم من مده الدوره، تمام. يعني لو الست مده يعني الدوره بتاعتها مثلا كل 30 يوم نخصم 14، يبقى في اليوم الايه ال 16. ده بالنسبه للناس اللي دورتها منتظمه، تمام. بالنسبه للست اللي دورتها مش منتظمه فاحنا بقى ممكن نساعدها، يعني المفروض ان هي تبدا تعمل بقى ايه متابعه تبويض مع دكتور. في اختبارات بتتباع في الصيدليات عامله زي اختبار الحمل بالظبط، عن طريق البول برضو، تمام. يعني اللي هي بتستخدمه زي استخدام الشريط بتاع الكشف عن الحمل. الكشف عن الحمل، تمام. لو ظهر شرطتين بيبقى ده يوم التبويض. طيب عايزين نعرف برضو دلوقتي بتقولي ما عندناش احنا الكونسبت بتاع الفحوصات ما قبل الزواج. طيب مبدئيا يعني لو كل واحد دلوقتي يفكر انه يطمن على نفسه يعمل دوت، حتى البنات حتى الصغيرين والشباب يعملوا ايه؟ ايه التحاليل اللي هو الراجل زي ما قلنا هيعمل سيمن اناليسيس، هيعمل اللي هو تحليل السائل المنوي، ولو في مشاكل هيبدا يعمل بقى تستوستيرون وحاجات ثانيه خاصه بقى بدكاتره الذكوره، يعني تمام. بالنسبه للست اهم حاجه بنعمل هرمون الغده الدرقيه، لانه ده من الحاجات اللي بتاثر على هرمونات الغده النخاميه اللي هي المسؤوله عن تشغيل المبايض، يعني تمام.
وبنعمل التي اس اتش والاف اس اتش والال اتش تمام، هرمون البرولاكتين كمان اللي هو هرمون الحليب بتاع اللبن تمام، اللي هو هرمون الحليب ده مهم جدا برضه. تمام. طيب بالنسبه بقى للحمل، خلاص ربنا كرمهم وحصل حمل، ساعات بعض الحالات بيحصل لها تسمم حمل، ايه اسبابها يا دكتور من الناحيه العلميه، وايه اسبابها الناس تقدر تتفاداها من حدودها بعد كده؟ ده حاجه بعيده قوي يعني. المهم تسمم الحمل ده تعريفه هو ارتفاع في ضغط الدم اثناء الحمل تمام، بيبقى مصاحب ليه تورم وارتفاع لنسبه الالبوم في البول تمام. هو طبعا ده يعني من الحاجات الخطيره جدا يعني اللي هي مش شيء بسيط يعني. تسمم الحمل ده بيصاحبه طبعا خلل في وظائف المشيمه، يعني ما بتوصلش دم كويس للجنين، ما بتوصلش غذاء كويس للجنين، فبيبدا طبعا الجنين يتاثر وبندخل غالبا في ولاده مبكره يعني. تمام. ليها اسباب فيزيائيه يقول لك كلها يعني، ليها اسباب مثلا شالت ايه، هي حاجه كلت حاجه غلط، لا لا دواء لا. ولا هي ملهاش لا لا لا, لا. هي علاقه، هي حاجه في الاول والاخر خاصه بالاوعيه الدمويه تمام. هي عباره عن شيء خاص بالاوعيه الدمويه جوه المشيمه، يتجنب حدوثه يعني. لا ينفع طبعا نتجنب حدوثه طبعا، في حاجات في ادويه احنا بنبدا ناخدها عشان نتفادى ده. يعني للناس اللي هم عندهم تاريخ مرضي اصلا ان جالهم تسمم حمل قبل كده تمام، او الناس اللي هم ضغطهم عالي او اللي عندهم ضغط حتى من قبل الحمل، دول بنبدا نستخدم لهم بعض الادويه والعقاقير اللي بتمنع ده، زي الاوميجا زي الاسبرين بجرعات قليله، فيتامين ايه يعني شويه. طيب بالنسبه بقى لتاخر الحمل اسبابه ايه؟ تاخر الحمل اسبابه ايه؟ ما ده موضوع كبير، ده اسباب كتير، موضوع كبير. هو ليه اسباب كتيره طبعا، اكيد طبعا في حاجات خاصه بالراجل يعني وحاجات خاصه بالست، احنا اتكلمنا عنها يعني. الراجل بالنسبه للراجل، بالنسبه يعني المشكله اللي ممكن تاثر في التحليل للراجل يعني العدد لو قليل او لو الحركه قليله، اللزوجه يعني ثبت علميا دلوقتي ان هي ملهاش علاقه قوي يعني بالموضوع، وبرده التشوهات. طيب بالنسبه لضغط الدم يا دكتور، بالنسبه للسيدات ضغط الدم بيأثر في نسبه الضغط العالي والضغط الواطي بين السيدات، يعني امراض الضغط بصفه عامه منتشر جدا بين السيدات، هل ده بيؤثر على الحمل؟ هو بالنسبه للضغط الواطي يعني، في ستات بتيجي تقول لي انا عندي الضغط، اقول لها يعني الضغط بيبقى كام؟ تقول لي بيبقى واطي تمام. هو الضغط الواطي ده مش ضغط تمام، كتير قوي بيبقى هو طبيعه الست كده 90 60 مثلا تمام، اقل من 80 50 او من 80 50 يعني فاقل، لا ده اللي احنا بنتكلم فيه انه ده فعلا ايه ضغط واطي تمام. انما فوق يعني من 90 60 وفوق لا كده تمام، هو دي طبيعتها عادي تمام. والضغط الواطي مش بنقول عليه انه ده ايه، ان ده مرض الضغط يعني، ده مش مرض ضغط، مرض الضغط اللي هو الضغط العالي تمام، اللي هو من بعد 100 من بعد 140 90 او لو الست البيز بتاعها، لو نتكلم في الحمل بقى يعني لو البيز بتاع الست مثلا شيء معين يعني يعني هي مثلا لو البيز بتاعها 90 60 لو زاد السيستوليك اللي هو اللي فوق الرقم اللي فوق، لو زاد 30 والرقم اللي تحت زاد 15 كده اعتبرها ان ضغطها عالي، حتى لو ما وصلش 140 90 تمام. يعني الست وهي بتتابع حملها اول حاجه البيز بتاعها اللي بيتاخد في اول 3 شهور تمام. يعني يا دكتور الناس اللي ضغطهم واطي قوي ده مش مضر؟ انا عارفه ان الرئيس الاسبق الواطي قوي لدرجه هبوط بقى في الدوره الدمويه، لا هو في الواطي قوي اللي هو لدرجه هبوط في الدوره الدمويه طبعا ده خطير تمام. احنا بنتكلم في الناس العاديه اللي واقفه وبتكلمك تمام. انا واقفه وبكلمك دلوقتي يبقى اكيد ما عنديش هبوط في الدوره الدمويه تمام. طبيعتي السيري الضغط لقيتيه 90 60 ما تقوليش ضغط ده كده مظبوط، لا انا طبيعتي كده تمام تمام. امتى اقول الست ضغطها عالي؟ لما يزيد عن 140 90 او يزيد عن البيز لاين بتاعها 30 في اللي هو السيستوليك اللي هو البسط يعني، و15 في اللي هو الايه الدايستوليك اللي هو تاثيره على الحمل ايه يا دكتور؟ لا ليه تاثيرات كثيره جدا. اولا على الام وثانيا على الطفل تمام كده. بالنسبه للام طبعا ممكن يدخلها في مشاكل كتير زي تسمم الحمل تمام. اللي انا كلمت حضرتك عنه اللي انا قلت لك اعراضه اللي هو ارتفاع ضغط الدم والتورم بتاع الرجلين ووجود البيوم في البول او بروتين في البول يعني، ده اسمه ما قبل تسمم الحمل تمام. المرحله اللي بعده الاخطر منه ان الست تدخل بقى في ايه، في تشنجات تمام. التشنجات دي بقى طبعا يعني العواقب بتاعتها بتبقى يعني وخيمه. يعني دي اعراض يا دكتور، عرض من اعراض تسمم الحمل ارتفاع ضغط الدم. وفي ناس بيبقى عندهم ارتفاع في ضغط الدم اثناء الحمل بس مش مرضى، مش بيبقى تسمم حملي. طيب ده على الام، ده بيروح بالادويه العاديه، انما تسمم الحمل علاجه الوحيد الترمينيشن ان احنا ننهي الحمل. طيب بالنسبه وبيحصل على فكره يعني ممكن ارتفاع ضغط الدم يبقى من اول الحمل خالص او من قبل الحمل كمان، هي طبيعتها كده او ضغطها عالي مع بدايه الحمل تمام. انما تسمم الحمل ما يحصلش قبل الاسبوع ال 20 يعني حوالي نص الخامس. طيب ليه ضرر تاني على الجنين بخلاف ان احنا يحدث اجهاض؟ ده المرحله الاخيره. طب لو ما حدثش اجهاض والام ضغطها ارتفع مره واحده وهي حامل، ايه الضرر اللي بيحصل للجنين؟
يعني ايه الامراض اللي اولا بتقل كميه الدم الواصل للجنين والغذاء، وده بيقلد يدي ان الجنين اولا يعني وزنه بيقل جوه الام. تمام، ما بيكبرش يعني، بيأثر على المخ، ممكن الجنين يتوفى طبعا. يأثر على المخ، ممكن يؤدي للوفاه، بيقل كميه الميه اللي حواليه. لو ما توفاش بينزل ما عنده اعاقه مثلا سمعيه؟ لا 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 خالص، لا 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 لا، بالعكس على فكره، هو ارتفاع ضغط الدم احيانا يعني احيانا بيبقى سبب ان الرئه بتاعه البيبي بتكتمل بسرعه، بيكون ماده كده اسمها السيرفكتانت، بتتكون تحت ستريس، يعني البيبي بيبقى تحت ستريس، اندر ستريس. انا دلوقتي الام ضغطها عالي، كميه الدم وكميه الميات اللي حواليه قلت، هو البيبي بيبقى اندر ستريس، ده بيخلي الرئه تكتمل بدري جدا. تمام، يعني بنولدهم مثلا في الثامن وبينزل بيبي كويس جدا. تمام، في حين ان لو واحده عاديه ولدناها في الثامن البيبي ينزل وحش. فاهماني؟ يعني هو بيحاول جوه يوائم نفسه على الظروف اللي هو فيها. السيرفكتانت بتتكون اندر ستريس، لما البيبي بيتحط في ستريس بتتكون كميه سيرفكتانت، دي ماده بتتكون على الرئه بتخلي الرئه تقدر تقوم بوظيفتها كويس. فلما بيبقى البيبي اندر ستريس بتتكون بسرعه، فالبيبي يكمل بسرعه، بتبقى الرئه بتاعته مكتمله بدري شويه. طيب امتى نحدد، او لما تجي لك مريضه تقول لك انا عايزه اولد، امتى تحدد لها تقول لها ولدي طبيعي لا وانت ولدي قيصري؟ تمام، امتى؟ هو مبدئيا احنا ما بنبداش نتكلم في الموضوع ده قبل التاسع. لازم التاسع يبتدي وبعدين نبدا نتكلم. ليه؟ لان انا لما هحدد الست دي هتولد طبيعي او قيصري هحدد بناء على ايه؟ تمام، حجم البيبي، تمام، كميه الميات اللي حواليه عامله ايه، الغذاء اللي واصل له عامل ايه، الكباسيتي بتاعه الحوض بتاعها، يعني الحوض بتاعها واسع ينفع تولد طبيعي او الحوض بتاعها ضيق ما ينفعش تولد طبيعي. وبالنسبه للبيبي كمان، يعني هل الحوض ده مثلا ممكن يكون معقول بس بيبي كبير قوي مش هيعدي منه. تمام تمام، فاحنا بنقيم بدايه من التاسع كده، بنبدا كل اسبوع نفحص الست، نقيس طبعا الوزن بتاع البيبي، نطمن على الميات، نكشف، نفحص نسا بقى ونشوف الراس بتنزل في الحوض ولا لا، الكباسيتي بتاعه الحوض بتاعتها عامله ايه، هيعدي ولا مش هيعدي. بس يا اما ان هي ان شاء الله بتدخل بقى في وجع ولاده بقى وبنولدها طبيعي، او ان احنا بنكتشف حاجه بتخلينا نضطر للقيصري. طب لو هي خايفه بقى، هي طبعا يعني هي مثلا متاح لها انها تولد طبيعي جدا وعندها كل الظروف متاحه وموائمه، بس هي خايفه من مساله الولاده الطبيعيه، ممكن تجازفي وتحوليها وتولد قيصري حتى لو هي مناسب ليها تولد طبيعي؟ بصي حضرتك، من ضمن يعني الانديكيشن اللي مكتوبه في الكتب الاجنبيه والمصريه وكل الكتب يعني في الطب، تمام، للولاده القيصريه رغبه الام. يعني هي دي رغبتها، لان برضو يعني عايزه اقول لحضرتك، هي الولاده القيصريه ليها عيوبها وليها مميزاتها. تمام، والولاده الطبيعي كمان ليها عيوبها وليها مميزاتها. تمام، ففي ستات بيبقى عندهم حاجات معينه ومتطلبات لازواجهم وحاجات معينه يعني هم مش حابين فيها الولاده الطبيعي، فخلاص تمام، يعني هي بتقدر يعني مش هقدر اجبر عليها، بتضطري ترضخي رغبه الام. انا انصحها يعني لازم، انا بتكلم مع الست بامانه، تمام، انت وضعك كذا 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 وينفع تولدي طبيعي مثلا، تمام، وانت ايه رايك؟ باخد رايها. تمام، لا انا هستحمل الطبيعي ومكمله فيه، اوكي ايه المشكله؟ تمام، مش هستحمل الطبيعي وانا عايزه اولد قيصري، او دي رغبه جوزي لاسباب معينه تخصه. اوكي تمام، يعني في الاخر بترضخي رغبتها برضو. اكيد. طيب يا دكتور، في دلوقتي فيروس منتشر بسبب القطط، وللاسف كتير مننا بيحب يربوا القطط في بيوتهم ومش عارفين ايه الاضرار الناجمه عن العاده دي. عايزين نعرف هل تؤثر القطط فعلا تاثير سلبي على الام الحامل؟ بصي، هو في مرض كده اسمه توكسوبلازموزس، تمام، بيتنقل من السلايفا اللي هي اللعاب، اللعاب بتاع القطط، تمام كده. مرض التوكسوبلازموزس ده، هو المشكله ان كل الناس في موضوع الاجهاض متخيله ان كل الناس يعني بتجهض بسببه، وده مش حقيقه يعني. تمام، حتى الاجهاض المتكرر دايما الناس تحطه فيه، يعني حتى في دكاتره يعني بيعملوا التحاليل بتاعته، وقصة ان في لبس كده معين عند الناس بيضايقني جدا. في اتنين اميونوجلوبولين بيطلعوا نتيجه ايه الفيروس ده، في حاجه اسمها اميونوجلوبولين جي واميونوجلوبولين ام، تمام كده. الام ده مسؤول عن الاكيوت اللي هو ايه الاصابه الحاليه اللي انا شغاله فيها دلوقتي، اللي موجوده دلوقتي، اوكي، هي دي اللي بتسقط. تمام. الاي جي جي ده مسؤول عن الايه، الحاجه القديمه السابقه بقى، الحاجه القديمه. تمام، يعني دي عباره عن مناعه في الجسم. تمام كده، كل الدنيا يعني لو عملت ليا ولحضرتك ولاي حد موجود في الدنيا الاي جي جي هيطلع عالي. تمام كده، انا بسمع كده. وهتاخدي فتره علاج مثلا ايه، اسبوعين ثلاث اسابيع كلام، وهتعملي التحليل تاني تلاقي عالي اكتر. يجوا الناس بقى يقولوا ايه ده، من الخضروات او ده انا خدت العلاج المغسوله او عدمها؟ يعني انا سمعت ان هو ليه علاقه بالخضروات المغسوله او اللي بتكون مثلا، لا هو بيتنقل من القطط بس. لا هو بيتنقل من القطط بس، من القطط. ماشي، لو عليها اللعاب بتاع قطط او كده، ماشي اوكي، ممكن يجي بس بطريقه غير مباشره يعني، بس السورس الاساسي هو ده.
تمام. بس يعني هو عايز اقول لحضرتك ان هو بيعمل في الاكيوت فيز بس، الحاجه اللي انا عايزه اوضحها ان هو بيعمل في الاكيوت فيز بس، اللي هي ايه الاكيوت فيز؟ الحاله هي الاصابه الحاليه اللي هي دوره حياه الايه الفيروس ده. تمام تمام كده. بعد كده ما بيعملش، يعني هو مش مسؤول خالص عن الاجهاد المتكرر. تمام. يعني لو واحده بيحصلها اجهاد ثلاث مرات نستبعد خالص ان يكون سبب توكسوبلازموزس مثلا، مش ده السبب. لا لا مش ده السبب. ممكن الاوراس في الغالب الناس اللي بيبقى عندهم يعني اللي هو الاجهاد المتكرر في الغالب بيبقى مشكله تكوين جلطات في المشيمه، مشكله خاصه بالاوعيه الدمويه اكتر يعني. او اسباب غير معلومه، او ان البويضه فيها بيبقى فيها عيوب او مشاكل او تشوهات في الحيوات المنويه يعني. في الغالب بيبقى مشكله في الحمل نفسه، الحمل نفسه مش هيبقى كويس. تمام. الحمل نفسه هيبقى فيه تشوهات. المساله مش جينيتك خالص، مش مثلا الام مامتها اجهضت زمان كذا مره فضروري ولازم البنت لا بتبقى تجهض هي كمان نتيجه ان مامتها. لا 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 ما فيهاش علاقه. طيب ارتفاع درجه الحراره تاثيره ايه على الحمل؟ تأثيره على الحمل، بصي هو بالنسبه للحمل هو جاست مش تأثير كبير ولا حاجه يعني. يعني ارتفاع درجه الحراره هو ده ليه اسباب اصلا كتيره جدا يعني، في حاجه خطيره وحاجه عاديه يعني، واحده عندها شويه برد سخنت شويه، ايه المشكله؟ هيعمل تاكي كارديا شويه للبيبي يعني، هيزود ضربات القلب شويه للبيبي لكن مش هيضره يعني. بس طيب. بدأ ناخد خوافض حراره ومضادات الحيويه مش ممنوعه خالص، في مضادات حيويه كتيره قوي مش ممنوعه. طيب ده لو في حاجه بكتيريه يعني، لو بتسبب درجه ارتفاع درجه حراره عاليه. لو حاجه بكتيريه بتسبب ارتفاع في درجه الحراره بشكل كبير، لا بنبدا ناخد انتبيوتكس عادي جدا، وبناخد الحاجات الخوافض الحراره عادي مفيش مشكله. تمام. الكلام ده في الحمل. طب بعد الولاده في بعض الحالات بيجي لهم ارتفاع درجه الحراره، ده مؤشر على ايه؟ بصي في حاجات كتير يعني، اولا اشهر سبب في نظري دلوقتي في الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، مش بقى هم النفاذ زي الناس بتتكلم يعني، او اصابه يعني في الرحم او كده، لان دلوقتي اغلب الناس بتولد في اماكن نظيفه وبتاخد انتيبيوتكس بعد الولاده وكده، بيسموها هم النفاذ يا دكتور. اللي هو اللي كانت زمان، هي كانت زمان مسؤوله عن وفيات امهات كتير جدا على فكره، لان ما كانتش الانتيبيوتكس متقدمه زي دلوقتي، ما كانش في علاج زي دلوقتي يعني، الدنيا ما كانتش متطوره زي دلوقتي. انما دلوقتي احنا اوريدي بنولد في اماكن نظيفه، اغلب الناس يعني الغالبيه العظمى من الناس بتولد في اماكن نظيفه، تاخد ادويه ومضادات بعد الولاده، لو في جرح برضو بتبدا تستخدم له مضادات حيويه موضعيه ومضادات سيستميك وكل حاجه. تمام. اغلب يعني اكتر سبب دلوقتي لو واحده اتصلت قالت لي مثلا انا سخنه بعد ولاده، اكتر حاجه افكر فيها صدرها. تمام. انه ممكن يكون اللبن عامل مشكله في صدرها، بيسخن شويه. بس اللبن بيسخن. هو الست بتبقى لسه والده، وخصوصا لو لسه بقى اول مره ولا حاجه بتبقى لسه والده، فايه اللبن متجمع في صدرها مش عارفه ترضع. تمام. مش عارفه تصفي اللبن، بيسخنها شويه، ده تمام. اكتر سبب انا افكر فيه في الاول. طب قبل ما افكر بقى ان في بكتيريا في الرحم او الكلام ده، لا يعني افكر اكتر حاجه في صدرها. اسالها صدرك عامل ايه؟ تمام. اسالها صدرك عامل ايه؟ لو قالت لي صدري محجر وبتاع الكلام ده، لا خدي انتي بايريتك عادي جدا، خدي حاجه خافض حراره عادي جدا، وصفي صدرك كويس، واعملي كمادات ميه دافيه عليه، وبعد كده نشوف. ممكن يكون عندها برد. تمام. عندها لوز، عندها سبب تاني يعني. تمام. انما قصه اصابه الرحم يعني دي وحمى النفاس المعروفه زمان دي بقت قليله قوي تقريبا، الواحد مش بيشوفها يعني. طيب احنا عايزين نتكلم عن سن الياس بصفه عامه كده يعني. ولو اني ما بحبش كلمه سن الياس، ما بحبش سن انقطاع الدوره، سن انقطاع الطمس يعني، ده حاجه فير كده شويه للسيدات. طيب. يعني احنا لسه بنتكلم ان احنا برنامج النهارده نسائي من الدرجه الاولى، ما ينفعش نيجي على الست ونقول سن الياس. سن انقطاع الطمس واعراضه، ايه المكملات الغذائيه اللي واجب على المراه تناولها عند انقطاع الطمس؟ هو اولا احنا نتكلم بس عن تعريف السن ده، وبيبقى بيبدا من امتى لامتى. اولا سن انقطاع الطمس بيبتدي من 45 سنه لحد 52 سنه. تمام. تمام كده. تبدا الساعات والدوره الشهريه بتنقطع. تمام. ايه اعراضه بقى؟ اعراضه ناس كتير بتشتكي من اعراضه. تمام. ايه اعراضه؟ اعراضه اول حاجه الهوت فلاشز. هوت فلاشز دي عباره عن ايه؟ عباره عن هبوه الست بتحسها كده في نصها الفوقاني، وشها هيحمر، تقوم من النوم سخنه جدا، حرانه جدا، تشيل الغطا، تشيل الهدوم، فهماني؟ وشها هيحمر ويسخن جدا، تتعصب، تتنرفز. تمام. الهوت فلاشز دي ممكن تيجي 16 12 مره في اليوم، بتيجي على شكل اتاك كده نوبه. ده بعد ما يحصل لها؟ لا، في التوقيت ده، في بيري منوبوزال اللي احنا بنسميه بيري منوبوزال، يعني حوالين العمر ده. يعني مثلا ايه، لو هي مثلا هتنقطع يعني عندها 50 سنه، يبدا من هي عندها 48 سنه تحصل لها القصه دي. تمام. بيبدا يحصل لها بقى ايه، فجاه يحصل لها الهوت فلاشز دي، بتيجي ممكن 10 12 مره في اليوم، بتسبب لها ارق في حياتها فعلا، بتضايق جدا. المكملات الغذائيه كده سريعا يا دكتور. في حاجات طبعا احنا بنستبعد يعني، بنستبعد شويه ان احنا ناخد حاجات هرمونيه يعني في السن ده. احنا
بنستخدم حاجات طبيعيه زي الفايتو استروجين. في بعض المكملات تحتوي على حاجه اسمها فايتو استروجين، يعني استروجين من مصدر نباتي. تمام كده. ده بيقلل، هو اللي بيسببها اصلا نقص الاستروجين. تمام. فده بيقلل النبات دي خالص، او بيقلل اتليست عددها يعني حتى لو هتيجي في اليوم 10 مرات مثلا، لا هتجيلها مره اتنين. من اعراضها برضو الالم في العظم كتير. الست تبدا تتعرض اكتر بقى لهشاشه العظام. في عصبيه بقى ونرفزه واكتئاب عشان الهوت فلاشز. في طبعا الرغبه الجنسيه بتقل جامد. في ستات بتزيد بس نسبه قليله. تمام. بس المكملات الغذائيه الضروريه جدا الفايتو استروجين طبعا، لو في قصه الهوت فلاشز دي مقرقاها يعني في حياتها، لا بنبدا نستخدمها، لا نبدا نستخدم كالسيوم وفيتامين دي. تمام دكتور ولاء، الحقيقه الحديث شيق جدا جدا معاكي، وكان نفسي الحلقه ومدتها طول اكتر من كده، ولكن للاسف احنا يعني انا اتشرفت بيك وقت حلقتنا خلص. شكرا جزيلا ليك، ونتمنى ان شاء الله تشرفين حلقات قادمه. تسلمي لي حبيبتي. شكرا جزيلا دكتوره ولاء. كان معانا النهارده دكتوره ولاء عيد حسين، اخصائي نساء والتوليد وعلاج تاخر الانجاب. ان شاء الله استنوني انا وهي، نطلع لايف دلوقتي بعد الحلقه ننوع موعد الاعاده. خشوا على صفحتنا، تابعونا، اكتبوا برنامج نور الحياه وسابقا برنامج نور الطب، هتلاقوا ان شاء الله صفحتنا قدامكم على طول. شكرا لكم جدا، كانت معكم نور. أشوفكم الأسبوع اللي جاي على ألف خير. إلى اللقاء.